بلاد الرافدين وأرض دجلة والفرات تشهد جفافا وشحا للمياه غير مسبوق، فقد دقت جهات رسمية ومدنية ناقوس الخطر بسبب أزمة المياه في نهر دجلة، معبرين عن غضبهم مما وصفوها بالممارسات التركية والإيرانية. وزير الموارد المائية العراقي قال إن الحكومة التركية بدأت بملء سد إلسو الذي أدى إلى انخفاض منسوب مياه دجلة في الجانب العراقي، أما إيران فقطعت مياه نهر الزاب الصغير عن محافظة السليمانية، ما تسبب في أزمة مياه في إقليم كردستان. كذا حال سفح دجلة اليوم، بات هزيلا من شدة العطش، وكذا حال أخيه الفرات. أزمة مياه إذن تضرب بلاد الرافدين وتنذر بهلاك الحرث والنسل. تركيا الجارة الشمالية تضيق الخناق على مياه دجلة بنسبة النصف مع دخول سد أليسو شرقي هضبة الأناضول الخدمة في أيامه الأولى. يقول القائمون على سد الموصل شمال البلاد أن تدفق المياه وصل إلى 390 مترا مكعبا في الثانية بعدما كان 700 مترا في الأعوام الماضية. تضييق له عواقب. الوضع معقد، الوضع ليس سهل، ولكن الوضع ليس برغبة، الوضع بحاجة إلى أن نقف كل إحنا متماسكين. نحن كحكومة، حكومة منتخبة، إحنا ما هجينا بانقلاب عسكري، ما نريد نفرض شغلات على الناس. كل الأشياء المتاحة والمعلومات هي متاحة لكل الناس. أعتقد البلد عندما يمر بأزمة المفروض إحنا نوقف مع بعضنا، نسند بعضنا إلى أن نتجاوز هذه الأزمة. وعلى نفس خطى تركيا كذا سارت الجارة الشرقية إيران، شددت الأخيرة من إجراءاتها أكثر وقطعت الماء عن رافد الزاب الصغير، أحد أهم روافد دجلة في كردستان العراق، لينذر بصيف قاس في الشمال يصل تأثيره إلى العاصمة بغداد. كلما تقدم الرافدان باتجاه الجنوب ازدادت المأساة. في الجنوب يراقب الناس الشح بانكسار، ويشاهدون أيضا احتضار نهريهما وما آل في الأهوال من مآسي، ولا حلول تلوح في الأفق. في الأثناء يسوق الحكوميون التطمينات، احتياطي المياه الموجود حاليا يؤمن الحد الأدنى من الاستهلاك، يوفر مياه الشرب وري أهم بساتين على الأقل لموسم الصيف الحالي. ليس هذا آخر المطاف، بل ثمة ردود أفعال شعبية غاضبة تدعو لضغط اقتصادي على الجارتين ومقاطعة منتجاتهما. كأمر دولة أو كأمر رئاسة وزراء أو رئاسة جمهورية تقدر أصلا ما تدخلها، احنا هنا اللي نقاطع، بس هم يقدرون هذا الشيء. صح نقدر نأثر، لكن دولتنا ما مساعدة الشعب. لو دولتنا مساعدة الشعب صدقني حتى المي ما ينقطع. يعني تأثر هواية يجوز عليهم، لأن هي 3/4 اقتصادهم كله من عندنا، كله هنا المواد الموجودة هسه كل المحلات باوعها أغلبيتها تركي إيراني. أما السياسة التي يرتبط بها كل شيء فربما لرجالاتها مفاوضات في القريب العاجل تحول دون تصحر البلاد في أعوام مقبلة. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد. ينضم إلينا من بغداد عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، كما ينضم إلينا من اسطنبول بكير أتجان الكاتب والباحث السياسي. سيد عدنان السراج، ما حجم المشكلة؟ هل وصلت إلى حد أزمة؟ فعلا هي أزمة، يعني هذه الأزمة كانت مستفحلة. الواقع أن حرب المياه كان يبشر بها الكثير من السياسيون في العراق بأنها قادمة لا محالة له، وبالتالي هذه الأزمة ليس بالأزمة الجديدة، لأسباب عديدة تمتنع تركيا عن يعني إيجازها بشكل واضح. اليوم تركيا لا ترى في نهر دجلة والفرات يعني مياه مشتركة، إنما تراه شطوط أو أنهار وطنية، وترفض رفضا قاطعا كل المفاوضات السابقة للحكومات السابقة بأن تجعل. سيد عدنان، على ماذا تستندون في قولكم هذا؟ ووزير الموارد المائية بنفسه يقول أن العلاقات المائية مع دول الجوار في أفضل صورها بالمقارنة مع العهود السابقة.
نعم هي بالنسبة يعني الواقع الحقيقي الذي جرى أن الأتراك يفاوضون دائما ولكن لا يطبقون أكثر مفاوضاتهم. نعم هي في أفضل أوضاعها ولكنها ليس حلا للأزمة الحالية، هذه أزمة حالية. الأتراك مصرون على بناء السدود، وسد أليسو هو آخر السدود على بعد 50 كيلومتر من الحدود العراقية، وستتضرر الكثير من المحافظات العراقية نتيجة الإطلاقات المائية القليلة التي تصل إلى 90,000 حسب الاتفاق الأخير 1000 متر مكعب، والتي ستصل إلى العراق، وهذا لا يكفي حاجات المحافظات الجنوبية بالذات 10 محافظات. أنا أتصور اليوم الأزمة هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، حلولها ليس فنية. الأتراك يرفضون أن يكون شط دجلة والفرات شطاني أو نهراني دوليان حتى تطبق عليه من السيد بكير يعني نتائج المصب وأيضا المنبع. سيد بكير، ما رأيكم فيما سمعته من السيد عدنان السراج؟ والله الحقيقة لا نعرف هل نسمع رأي السيد سراج إذا صحيحة أم وزير الموارد والطاقة العراقي صحيح. على كل حال يجب أن نعرف جيدا بالنسبة لتركيا، إذا أخذنا قبل أسبوعين كان هناك لقاء بين المسؤولين العراقيين ووزير الطاقة والموارد المياه التركي الذي كان ما زال أكثر من 14 سنة وزيرا للموارد المائية. يعني عندنا نحن كان مشروع ببناء سد في داخل الأراضي العراقية منذ عام 1954، ولكن للأسف إلى يومنا هذا لم الحكومات المتتالية العراقية تؤجل. يعني أعطيكم أول توقيع كانت 1954 في هذه الفترة مع الحكومة العراقية على بناء سد، وهذا السد كانت أولا لمكافحة الفيضانات التي هي تضر تركيا والأراضي العراقية، ثانيا لتخزين المياه في داخل الأراضي العراقية علشان ما يعيشوا هذه المشاكل، وثانيا والتي هي مهمة جدا توفير الطاقة لهم، لأن الطاقة التي كانت من هذا السد لو طبقت، علما بأن 1954 لم تطبق. طيب. اتفقوا مرة أخرى 1997 وأيضا لم تطبق. طيب. وأيضا اتفقت 2006 ولم تطبق إلى يومنا هذا. لو طبقت كانت هذه الطاقة 1200 متر مكعب لصالح العراق. سيد بكير، ثانيا بسعة سيد بكير لو سمحت لي، يعني المشروع مهم بالنسبة للجانب التركي، المشروع يعتبر استثمارا ضخما لأحياء المدن الجنوبية الشرقية نظرا لكميات المياه الضخمة التي يخزنها السد، ولكن هل يبرر كل ذلك أن يعني لا تصل المياه إلى المواطن العراقي؟ يعني اليوم عم نرى النهر أمامنا وفي شح كبير في مياه نهر دجلة، هل كل هذه المشاريع تبرر عدم إيجاد المياه لمواطن عراقي؟ سيدتي العزيزة، رئيس الجمهورية قبل أسبوعين له تصريح واضح، نحن على استعداد لتأمين المياه للشعب العراقي، ونحن يجب علينا كأتراك تركيا دولة وشعبا تأمين هذه المياه للشعب العراقي. طيب. ولكن إذا كان الأمر كذلك تفاهم من الحكومة العراقية. طيب. إذا كانت هذه سيد بكير سأعود إلى السيد عدنان، وإذا لا تقبل بهذه المشاريع التي تطرحها تركيا ولو كانت على حسابها، فإذا سيد بكير أيضا تركيا. طيب سيد بكير، سؤال أخير في هذا الإطار، إذا كان الجانب التركي صادقا وكان قد أجل السد الذي بناه إلسو قبل، يعني أجل افتتاحه مرة قبل ذلك من أجل الجانب العراقي، لماذا لم يعمد إلى التأجيل مرة جديدة؟ 20 مرة عفوا. طيب. لماذا لم يعمد إلى التأجيل مرة جديدة إلى أن يعني تنتهي المفاوضات مع الجانب العراقي؟ سيدتي العزيزة، هذا الكلام الذي قلته، هذه مفاوضات ما زالت مستمرة، ولكن الحكومات العراقية المتتالية تصر، وهذه المشكلة نفسها تعيشها مع إيران كمان ليست مع تركيا فقط، لأنهم لا يريدون تطبيق هذه المشاريع ويدعون إذن ليس من الأمر سهل، لا إيران ولا تركيا أن تقدم ما تريده الحكومات العراقية المتوهم، يعني زي المتفرجين على ما يجري للشعب العراقي. طيب. يجب هنا أعود للسيد عدنان، سيد عدنان السراج،
ما مسؤولية الحكومة العراقية في كل ما يجري؟ حتى وزير الطاقة يقول بأن المشكلة ليست بجديدة، المشكلة منذ أشهر. الجانب التركي أجل تخزين المياه من شهر آذار مارس الماضي إلى شهر حزيران، لماذا إلى حد الآن وعلى رغم الحكومات المتتالية في العراق لم يتم تطوير عدد من المشاريع التنموية على النهر توازي ما تقوم به تركيا أو إيران؟ نتكلم على مسألة تركيا. تركيا القضية ليست قضية سد أليسو فحسب. الأتراك يعني الآن حرموا العراق من 55% من مياه نهر الفرات. أنا ما سألتك عن الأتراك سيد عدنان السراج. مياه نهر دجلة. سيد عدنان، أنا سألتك عن مسؤولية الجانب العراقي، لماذا إلى حد الآن لم تتحقق المشاريع التنموية على النهر، على ضفاف النهر لكي يستفيد منها العراقيون؟ ومن قال ذلك؟ يعني اليوم الجوانب المائية العراقية تعتمد على المياه، تدفق المياه، عندما تأتي المياه بالحصص المتفق عليها بالتالي السدود والروايات تعمل بشكل صحيح. اليوم لدينا مشاريع روائية، مشاريع أيضا شرب الماء، ليس لدينا مشكلة، ولكن المشكلة في الأراضي العراقية. لا يمكن أن نبني سدود كبيرة على الأراضي العراقية السهول التي هي يعني من الأراضي الكلسية والسهول المنخفضة التي لا يمكن بناء السدود كما تبنى في تركيا. اليوم تركيا تتمتع ب يعني جغرافيا تستطيع من خلالها من خلال الصخور والجبال تبني. هذه مشكلة عراقية مستديمة من العهد الملكي ليومك هذا. طيب. نستطيع أن نبني سدود كما يبنوها اليوم. وبالمناسبة هي المسألة تتعلق في موسم الصيف حصرا. سيد عدنان، يعني ملفت أنه ما تقوله في الكثير من جوانبه يتعارض مع ما يقوله وزير الطاقة والموارد، لأنه وزير الموارد المائية عفوا يقول يعني يدعو الجانب العراقي إلى عدم إدخال وزارته في المتاهات السياسية، وكأنه يوصف أن الموضوع مشكلة ولكن لا يصل إلى حد الأزمة، وأن هنالك تسييس لهذا الموضوع واستغلاله سياسيا من قبل البعض. لا أعتقد ذلك. اليوم يعني لجنة الأمن الوطني الوزارية اتخذت قرارات مهمة، ومجلس النواب اليوم يعني أحال الوزير إلى احتمال سحب الثقة منه وأيضا إقالته من وظيفته. هو صار له سنتان في الحكم وفي ذات وزارته ولن يجيد الإدارة بشكل صحيح. حتى تصريحاته الأخيرة اليوم كانت عرضة لانتقادات شديدة من قبل الوزارات الأخرى. الحكومة تتكلم عن منهاج. الأتراك لديهم برنامج مائي كبير ليس متعلق سد أليسو، إنما تعلق بالعشرات من السدود التي بنوها على نهر دجلة والفرات. هم يعتبرون هذان النهران نهران وطنيان لا علاقة لهما بالعراق. طيب. هم هكذا يقولون يعني قبل ويريدون أن يمنوا علينا بالماء الذي يأتي. عندما تقولون الحكومة العراقية من تقصدون؟ لأنه لم يصدر إلى حد الآن أي بيان رسمي عن الحكومة العراقية أو حتى عن وزارة الخارجية. صحيح اليوم الكلام الموجود في خلية الأزمة التي شكلت من خلال الاجتماع المهم الذي عقد بال يعني المجلس الأمن الوطني الذي تديره وزارة، اليوم قرارات مهمة اتخذت من أجل التحرك السياسي وأيضا التحرك الفني من أجل تجاوز هذه الأزمة على المستوى المحلي وعلى مستوى التفاوضات مع الأتراك. أنا أقول اليوم الأتراك ما يدعونه من أمور تتعلق بمساعدة العراق الواقع على الأرض لا يقول ذلك. يعني اليوم الأخ في إسطنبول يقول بأننا نتعاون مع العراق، أي تعاون؟ واليوم 10 محافظات لا يصل منها 10%، الجفاف وصل إلى بغداد، اليوم نهر دجلة في بغداد يمكن عبوره مشيا، هذا كيف يمكن أن نفسر هذه العلاقة مع الأتراك بهذا العنوان؟ أي أردوغان وأي وزير يتكلم عن علاقات جيدة وهذه بغداد العاصمة لأن الوقت انتهى. هذه مسألة يجب مراجعتها ضمن سياسة تركيا المائية. سيد بكير، تعليق سريع لأن الوقت انتهى من فضلك. سيدتي يعني يجب أن يعرف ضيفك الكريم هذه المياه مشتركة، يعني مش ممكن إذا عندهم الجفاف أن حسب الاتفاقيات الدولية على سبيل المثال 50% يجب أن تحفظ هذه المياه في داخل الأراضي التركية و50% ترسل إلى الدول الجوار الأشقاء، فإذا نحن عم نرسلها 50% فإذا ما زمونا يعني إذا كانوا لا يستطيعون استعمال عفوا سيد عفوا إذا لا تعرفون استعمال هذه المياه سيد
عدنان السراج، هل تسمح للسيد بكير بالانتهاء من كلامه؟ يلا تفضل سيد بكير. ولا تفعلون شيئا. وصلت الفكرة. شكرا لك سيد بكير أتجر، الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر السيد عدنان السراج رئيس المركز العراقي. سيد بكير شكرا لك.